والآن يتسلم المقدم حسام نجيب الهلالي نوط الشجاعة من السيد وزير الداخلية. ما مالك نامت بقى؟ انا اروح المستشفى يا ماما. كنتي روحتي استلمتي جايزه جوزك يا حبيبتي؟ جايزه ايه والنبي يا ماما؟ بس ادعي لمعتز يقوم بالسلامه، هي دي الجايزه الحقيقيه. بلايله يا حبيبتي، ربنا يقومك بالف سلامه يا رب. ربنا يخليك يا ماما، معلش بتعبك. معلش، مع السلامه. نوض الشجاعه للرائد معتز عز الدين الحكيم، تتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال. ميدالية تشجيعية للنقيب محمد نجيب الهلال. باخت البطل اخيرا الهالة شرفت. يا ساهر، الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقه يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما، انا ما وجهتش كلام لحضرتك، انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر، الهانم نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلت لكم قتيل؟ لا يا حبيبتي، انت ما قتلتيش قتيل، بس اخوك البطل اللي انت رحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اصمت، مش معقول الكلام ده. اصمت، اخرس خالص، ما اسمعش صوتك، واتفضل خش نام جوه. يلا. حاضر حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداكي حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش هترضى، ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح، وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. انت ازاي تسمحي لنفسك تتكلمي معاهم بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي، وما تخليش حد يمسها، حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطت، والغلط راكبك من ساسك على راسك. يوه، غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفله من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشه زهق. والله عيشه لو مش عاجباكي الباب قدامك اهو، يفوت جمل. كده يا سيد؟ انا هسيبهولك عشان ترتاح انت وامك. انت هتهدديني مع الف سلام. لا يا ماما، ده مش ساهر اللي انا اعرفه، ده اتغير معايا 360 درجه. معلش برضو يا شاهند، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي ما كانش صح ابدا تسيبي البيت وتمشي. يعني ايه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا ربطين ومصرين ان حسام هو اللي قتل سلمى. بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي لحسن اخوكي صحي. ده يا شاهند بتعيطي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما حلو اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش شاطر عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. مش هند، انا هاخدكم رايح لهم.
اقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. ما تعطيش، ربنا يخليكم.